ايه الهبل ده بقى؟ يا اخوانا، انهي حيوان قطع الميه؟ انت بتجعر ليه ياض يا بغل؟ انت انا اللي قطعت الميه. انا اسف يا معلم برسوم، بس حضرتك ليه قطعت الميه؟ عشان انت ما اتنيلتش دفعت الوصل. يا معلم برسوم، انا لسه دفعهولك امبارح. دفعته وهتدفعه تاني. طب ممكن اسالك سؤال؟ نايل، مش ده يبقى افترى؟ هو ده اللي افترى. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبني، انا بتاكد بس. اعمل ايه دلوقتي؟ انت يا ريتاش. ايه عايز ايه؟ بتزعل كده ليه؟ فين اللهلوبه بتاعتي؟ ايه اللهلوبه دي؟ اللهلوبه يا ريتاش، المكنسه اللي بحاول ابيعها بقالي اكتر من سنه، شايلها فين؟ رميها جوه في المكتب. رميها جوه في المكتب؟ طب حاسبي بقى، عشان انت بترجعي تزعلي لما تنرفز عليكي وتقولي انت عصبي. سيب نفسك يا سيد واصطبح وقول يا صبح يا سيد. طيب انت كنت بتزعل في الحمام؟ ابدا، الراجل صاحب البيت قطع عليا الميه عشان ما دفعناش. طيب مش دفعت له الميه؟ ايوه دفعتها. ايوه طاح ليه؟ انا عارف يا ريتاش انت بتساليني انا، ما تنزلي تساليه هو. انا انزل يا سيد، انا الست وانزل يا سيد. لا خلاص، خلينا ننزل يا ريتاش عشان يضربني زي كل يوم وندفع فلوس اكتر بكتير بقى من فلوس الميه في شاش وميكروكروم. انت مصره تعصبيني على الصبح وانا لازم انزل اروح الشغل. بقول لك ايه صحيح؟ ايه؟ انا بس كنت محتاج 200 جنيه عشان معيش ولا مليم وعايز انزل اروح الشغل. انت لحقت تخلص ال 500 جنيه اللي معاك؟ ما انا دفعت الايجار. الايجار 200 جنيه يا سيد، وديت الباقي فين؟ ايوه انا دفعت الايجار ودفعت صيانه الاسانسير. اسانسير ايه؟ العماره ما فيهاش اسانسير. ايوه، ما هو الراجل صاحب البيت قال لي ان هو ان شاء الله هيدخل الاسانسير خلال سنه. تدفع لها سنه من دلوقتي؟ ها؟ انت ايه يا اخي؟ انت كبرنا؟ انت بتزعقي يا ريتاش، ما تنزلي تزعقي للراجل. هو الراجل ده مش هيرتاح غير لما يخرجنا من قلب الشقه دي. نمشي منين؟ دي شقه جدي، دي مش هنمشي منها. ايوه بس عشان نقول الحق برضه وندي الراجل حقه، الراجل ده عرض علينا عرض منقطع النظير. 100,000 جنيه خلو ورجل وانت اللي ما رضيتش تمشي. ماشي، حتى لو خدنا الفلوس هنقعد فين؟ يا ريتاش دول 100,000 جنيه يا ريتاش، يعني هيقعدونا في احسن اوتيل في مصر شهر على الاقل. يا سيدي قول سنه. ماشي، بعد ما يخلصوا هنعمل ايه؟ لا انت كده بقى اللي بتتلككي له بصراحه، والراجل معاه حق. انا هنزل ابيع الاهاليب بتاعتي بدل ما انت عماله تنبري على الصبح. ادعي لي ادعي لي اعرف ابيع الاهاليب دي عشان نعرف ناكل ونشرب. يا رب يا سيدي يكرمك وتعرف تبيعها بقى. بقول لك يا ريتاش، ايدك بقى على 200 جنيه عشان اعرف اروح الشغل. طيب ماشي، الحمد لله ان بوبي بعت لي 1000 جنيه زياده عن مصروفي، فخد دول بقى انت. انا مستحيل اقبل على نفسي مليم زياده عن المصروف اللي ابوكي بيساعدنا بيه. اتفضل رجعهم له. انا عمال اعدي من الصبح عشان مش عايز اكسفك. مش انت يالا اللي بعت له وقلت له ان احنا محتاجين فلوس؟ انا ما حصلش طبعا. ما حصلش؟ هو مين بعت المسج دي؟ وريني كده. علي صوتك يا بابا. صباح الخير يا عمي، انا وبنتك بنمر بضائقه ماديه. لا ده مش خطي.